على مدار 15 حلقة في شهر رمضان استمتعنا بالتأكيد بقصص وحكايات ألف ليلة وليلة اللي مفيش حد مش بيحبها. استمتعنا بتفاصيلها المبهرة اللي خلتنا يعني الحقيقة نتمنى لو كنا في هذه الحقبة الزمنية. تابعناه وشفناه مسلسل طبعا جودر اللي أبهرتنا حكاياته وتفاصيله الصغيرة والكبيرة من أول القصة ومن أول الحبكة الأداء والملابس وصولا للإكسسوارات اللي كان ليها دور كبير جدا جدا جدا. الاكسسوارات دي اتصممت بشكل رائع، يعني تحس كأن الواحد كده يعني ممكن يمد ايده كده في الشاشة ويلمسها من كتر ما هي حقيقية وجودتها عالية جدا. حقبة زمنية رائعة، ولكن هي حلوة، ولكن يعني اعتقد كان تحدي كبير، لان عشان نصمم اكسسوارات بهذه الجودة بالحلاوة دي بالمصداقية دي اكيد كان تحدي غير معقول. عشان كده النهاردة معانا الاستاذة اسماء الدرديلي، واحدة من فريق مصممي الحلي والاكسسوارات في مسلسل جودر. منها بقى هنعرف ازاي قدرت ان هي تصمم قطع الاكسسوارات الرائعة دي بالشكل المبهر ده، ونبارك لها نقول لها مبروك 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 الحقيقة لكل ابطال جودر. ايوه ده حقيقي، العمل مميز قوي، المسلسل كان فعلا مميز زي ما انت بتقولي ومبهر، والحقيقه يعني في كل العناصر اللي كل الناس كانت مشتاقه لها ومشتاقه ان هي تشوف مسلسل بالجوده دي. ده حقيقي، ده حقيقي، شغل سنين يعني، شغل الموضوع شغالين عليه من فتره طويله. و انت صغيره شكلك 32 صغيرة طبعا. ازاي بقى واحدة في سنك كده واختاروها للمهمة الصعبة دي؟ هو انا يعني شغالة من فترة، من 2016، بس بدأت طبعا واحدة واحدة. و انت الدرس اصلا ايه؟ تربية فنية. يعني عندي معلومات عامة في الحضارات بقى وفي التصميم وشغل. ولكن اشتغلتي في اي عمل درامي قبل كده؟ انا اشتغلت، لا في درامي لا، اشتغلت قبل كده في طريق الكباش. انا اللي كنت ماسكه الماستر سين بتاع مشهد حتشبسوت، انا اللي كنت عامله برضو الهيد بيسز فيه. وعملت مسرحيه تقدر اللي هي كانت مبادره احياء المسرح المدرسي. أيوة لو تفتكروها كانت من قريب السنه اللي فاتت. حلو قوي. وعملت حاجات بقى في بوليفارد في الرياض طبعا، ام كلثوم، متحف ام كلثوم. يعني لما وقع عليك الاختيار عشان تشاركي في جودر استقبلتي ده ازاي؟ كان مفاجاه بالنسبه لك؟ كنت متوقعاها؟ اتوترتي؟ اتحمستي؟ لا اتحمست جدا طبعا، وخصوصا ان هو مع استاذه منى التونسي، ان احنا اشتغلنا قبل كده مع بعض يعني، وهي عارفاني وعارفه ان انا، وهي اللي رشحتك؟ هي اللي كانت اختارتني، ان هي عارفه ان انا الحمد لله بقدر اطلع ديتيلز مظبوطه يعني، والحاجه اللي هي عايزاها انا بقدر اطلعها لها وانفذها لها مظبوط. انا بصمم وانفذ كل الشغل بايدي لوحدي يعني بنسبه كبيره لوحدي. في ناس بتبقى بتساعدني طبعا لو الوقت مضغوط شويه، بس بنسبه كبيره انا اللي ببقى بفنش وانا اللي بخلص الشغل كله لوحدي، وورزتي في بيتي يعني بالمناسبه كمان. برافو عليكي يا اسماء، شاطره جدا. بس شكرا جدا. بس فهي استاذه منى يعني هي عارفه ان انا طبعا بحب الهيد بيسز وشغل الهيد بيسز وعندي خبره في الموضوع ده، فقالت لي انا محتاجاكي بقى في شواهي يعني، دي اهم حاجه. احكي لنا على الشخصيات، بس عايزه اقول لك حاجه، اكيد نهى يعني هتتفق معايا، احنا كمشاهدين لما بنيجي نتفرج على حاجه بالحجم ده بالضخامه دي لقينا بقى قاعدين بقى زي بقى عارفه ليه النقاد اللي قاعدين كل حاجه ايه ده، لا بس دي معوجه، لا طب دي معرفش كان المفروض تكون ازاي، طب نرجع في الكتب هنلاقي، بس انتوا مفيش حد مسك عليكم غلطه ولا خطا. ازاي قدرت تعملوا كده؟ تعب كتير عنا يعني، كل حد الحمد لله كان كل حد مركز قوي في المهمه بتاعته اللي واخدها، وكلنا حابين اصلا، والاجواء كلها كانت لطيفه وحلوه، كلنا حابين العمل نفسه ومتحمسين ليه. زي ما انتوا بتقولوا هو حاجه بقى لنا كتير قوي ما ظهرتش لينا حاجه بالشكل ده بالظبط، مش بقى لنا كتير، ده اول مره يظهر عمل ممكن بالابهار ده بالظبط. والمود ده والحقبه او الفتره الزمنيه بالزبط. دي ما حصلتش، فكلنا كنا متحمسين قوي، غير بقى تعب ومجهود يعني كتير قوي، ان احنا فتره بالزبط. زمنيه طويله، هو بقى لنا فتره يعني بدانا الموضوع وبعدين وقفنا شويه وبعدين رجعنا اشتغلنا تاني. فالموضوع كان على مراحل، بس التنفيذ الفعلي كان من قريب يعني، كان قبل التصوير على طول، بس بقى يعني بقى لنا شويه شغالين على الافكار بقى والتصميمات والحاجات دي عشان خاطر تطلع بالشكل اللي انتوا شفتوه. طب في المسلسل كل شخصيه وليها الاكسسوار بتاعها، لان طبعا الحقبه الزمنيه دي طبعاً مختلفه طبعاً، وكانوا بيعتمدوا جدا طبعاً على الاكسسوارات. احكي لنا بقى ايه الشخصيات اللي انت كنت المفروض التاسك بتاعك أيوة او مهمتك انك انت تعملي لها اكسسوار طبعا، وايه اللي بيميز كل شخصيه عن الثانيه؟
هو يعني طبعا. انا عارفه انك عملتي الجنه الشر الجنيه رتيبه رتبه كانت جنيه طيبه بالظبط، والجني داهش اللي هو كان مساعد استاذه نور او شواهي كده. يعني بس بعد كده اتغير شويه بدا بقى في الاخر يبقى طيب شويه الجزء الثاني هنشوف. بس المين بتاعي كان طبعا استاذه منى قالت لي ركزي لي قوي على شواهي لان هي بس في حاجه من الحاجات اللي معانا بتاعت شواهي هنا لا طبعا لان هي لسه في تصوير جزء تاني فالحاجات بتبقى ركور بقى وكده موجوده هناك مش 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 هقدر ان انا استلمها يعني او اخدها معايا او كده. طب التيجان اللي كانت بتلبسها شواهي هل كان ليها مدلول معين؟ طبعا يعني ركزنا في ان هي تبين قد ايه هي شريره وفي نفس الوقت هي واثقه قوي في نفسها يعني وغرور في سنه غرور طبعا السنه هي يعني جزء كبير غرور في الشخصيه ومع الشر بقى مع ان هي كوين ملكه فكان لازم كل العناصر دي تبقى واضحة. يعني مرتبطه ببعض ان احنا نبين قد ايه هي جميله وملكه وفي نفس الوقت شريره وفي نفس الوقت مغروره فكانت التصميمات كلها بتلعب في الحته دي ان احنا نركز نبين كل العناصر دي. استعنتي بمراجع مثلا معينه؟ كان في طبعا مراجع استاذه منى كانت بتبعتها لي وظبطنا عليها بقى شويه حاجات عملنا تعديلات بسيطه يعني الهيد بيس هي كانت بالنسبه لها اهم جزء لان هي اللي باينه وهي اللي واخده معظم الكادرات والضوافر برضو كانت قد ايه بتبين الشر يعني. واكتر القطعه اللي انت استخدمتيها او صممتيها كانت يعني اخذت منك وقت كبير قوي ومجهود كبير قوي. هي قطعه شواهي الهيد بيس بتاعت شواهي البروسيس بتاعتها كانت كتير كانت فيها ديتيلز كتير من اول السكتش التفاصيل فيه صغيره وكل جزء لوحده بيبقى لوحده متفكك يعني وانا بجمعه وبلحمه في بعضه والستونز فيه ومطلي فضه وبعدين كنا بناخده نعمل بيه فيتنج مع استاذه نور عشان نقيس مظبوط ولا لا في تعديلات وارجع تاني اظبطه فده البروسيس بتاعته كانت اكتر حاجه طويل. كان اكتر وقت خدته يعني. طب ازاي قدرتي تفرقي ما بين الشخصيات الطيبه في الاكسسوار والشخصيات الشريره في الاكسسوار؟ يعني هو هل عن طريق مثلا الالوان الخامات الستونز بتفرق. الاحجار اللي استخدمتيها طبعا بتفرق كل ده بيبقى يعني انا بذكر استاذه منى كتير لان هي طبعا هي الاساسي كانت بتبقى مدياني البريف او المعلومات عن الشخصيه مثلا ولبسها شكله ايه والفابريك شكلها ايه واللون درجه الالوان بالظبط فكنا طبعا لازم نعمل ماتشنج بين كل الحاجات دي ان احنا نقرب الهيد بيس تبقى نفس درجات اللبس ونفس درجات يعني ما تبقاش حاجه مختلفه تحس ان هي من نفس الروح فطبعا الشخصيه الطيبه مثلا هي جنيه بس في نفس الوقت طيبه فحبينا ان هي تبقى البيس دي بتاعتها ان هي تبقى فيها اللفات مع ورق الشجر السامبل البسيط زي اللي احنا شايفينها دلوقتي على الشاشه. لا دي شواهي دي شواهي الشريره. طب الشخصيات الرجاليه يعني ازاي بتفرقي ما بين الشر في الشخصيات النسائيه والشر في الشخصيات الرجاليه يعني ايه العناصر اللي استخدمتيها بتمثل الشر لما بتيجي تلبسيها للراجل او للست في العالم؟ يعني الراجل ممكن يبقى اكتر خطوط حاده او شارب واقفه يعني مثلا هتكلم عن داهش هو كان الشخصيه الراجل اللي انا صممت الشغل بتاعه ونفذته كان اهم حاجه بالنسبه لنا ان هو تبقى الخطوط حاده وشارب وبالكي كبيره يعني وفي نفس الوقت تبقى خفيفه لان هو بيتحرك كتير وبينط وبيختفي وبيظهر فكان ده يعني الالوان لعبت دور طبعا لان هو كان لازم هو جولد في جولد كله فكان لازم البيسز بتاعته تبقى جولد برضو عشان يعني تبقى ماتشنج مع اللبس بتاعه والكاركتر بتاعه يعني. طب الخامات اللي استخدمتيها بقى عشان تطلعي الابهار اللي احنا شفناه ده؟ الخامات كلها نحاس معدن وفي بقى حاجات بتطلي فضه وفي حاجات بسيبها على النحاس وبديها يعني ملامس كده بسيطة بالشغل بتاعي أنا في البيت يعني بالنار وكده وبطلع بقى على حسب يعني كل ديزاين بطلع الفينش بتاعه شكله إيه يعني في حاجات بتدلي حاجات زي ما قلت لكم بطلعها. طب احكي لنا عن كواليس العمل وشغلك مع النجوم أي حد فيهم مثلا لما جه يلبس حاجة لا دي مش مريحاني لا دي تقيلة لا دي بتشق لا دي
ده حصل جدا طبعا مع استاذه نور، عشان كده كان لازم بنعمل فيتنج. ومع دهش برضو في حاجات، الحلق مثلا كان في اجزاء شلناها بسبب الحركه بتاعته والتنطيط. استاذه نور مثلا كل طقم كان ليه الاكسسوارات بتاعته، فعلى حسب اللي هي لابساها وعلى حسب حركتها في المشاهد لازم تبقى البيسز اللي هي لابساها برضو مرتاحه فيها. مرتاحه فيها بالظبط. فلا هي كانت انبهرت قوي الحمد لله بالبيس اللي هي المين دي، اللي هي السيلفر الكبيره دي. كانت مريحاها قوي الحمد لله. هي يعني في الاول بس كان طالع قرون كده وبتاع، فقالوا لا مش عايزين القرون دي، بس نيمناها ولا وارتاحت فيها. الطقم التاني مثلا الاكسسوارز سوري البريسلت اللي كانت لابساها كانت خفيفه جدا في ايديها، لدرجه ان هي كانت ماشيه بيها بتقولي ايه انا نزلتهم بايدي امسكي انا هاخدهم واروح بيهم. تسلم ايديكي بجد بجد، انا بهنيك على الشغل الرائع اللي انت عملتيه ده، ابهرتونا وامتعتونا. انتظار انتظار الجزء الثاني بقى ان شاء الله. ان شاء الله طبعا ان شاء الله. شكرا جزيلا اسماء الدنديري، واحده من فريق مصممي الحلي والاكسسوارات في مسلسل كودر، وفي انتظار الجزء الثاني، والف مبروك النجاح. شكرا الله يبارك فيكم، ميرسي قوي. ودلوقتي نخرج لفاصل.